على مثل ما تشوفون الطريق السريع 95 يتجه جنوبا. هذا طريقنا راح ناخذ للجنوب، لان هسه بدت عندي رحلة الشتاء. وردي الجو بنورث كارولاينا وفرجينيا صار ابرد. انا عادة بالشتاء ابدي انزل جنوبا. شلون تعرف انت هسه وصلت بالجنوب؟ هاي نخيل السايكس واشجار الدفله. تذكرون يا يكرهوها الدفله العراقيين، ليش؟ تلمبق، ايش بيها الدفله؟ حلوه خضار و... ايه شلون منظر لطيف للبحيره. فاحنا رحله الشتاء نتوجه جنوبا، فلوريدا، اريزونا، تكساس، كاليفورنيا. ها شلون تعرف التهمينه ماشي بالاتجاه الصحيح؟ واو هاي الاشجار كلها مغطاه بما يطلق عليه الاسبانيش ماس، اي هو هذا من فصيله الاناناسات ينمو على الاشجار. مليان هاي العشاش كلها مال سكوير السنجاب كل مكان. يعني هي هاي متعة السفر. شنو انت؟ هذا مكان ولا اندلة ولا اعرف بيه ولا سامع بيه، يعني مقرر ابقى بيه ليلة وحدة بس كلش حلو. كل وهذا كي او اي، يعني هاي شركة كامبينج اوف امريكا عندها بكل مكان. شوي يصير اغلى مالتهن، لان هذا تقريبا الايجار مالته 85 دولار بالليله. بس اني دائما افضل كي او اي، لان مرتبين، ما تجد نماذج تعبانه هنا. صدقوني اكو نماذج تعبانه كل مكان. شوف هذا بيها بير، جزء اصيد سمك اليوم. بارك جدا لطيف ولا كنت متوقعه. بحيرة سانتي في مسوي لك بيتش صغير في ولاية ساوث كارولاينا. بارك كلش حلو. ما كنت متوقع. شوف شلون غابة لطيفة. يعني تنسى التعب مال السفر مالتك. وبمسافات حلوة. أنا يعني يعجبني الكي او اي وشمالهم فوقها على البحيرة دبابة. هاي بحيرة سانتي. يوم التحويلة تحولنا من نورث كارولاينا وجينا هنا لهذا البارك الحلو بساوث كارولاينا على بحيرة سانتي. غدا خفيف هسه تونا وصلنا زين، فمن تعبنا بس غدا بسيط. وراح اسوي لكم فره صغيره بهذا البارك، لان ما كنت متوقع اول مره اجي بهذا البارك. بس صدف انه الرحله مالتي لفلوريدا شويه طويله فلازم اقطعها، فلقيت هاي النقطه البارحه والله خابرتهم عندهم حجز جينا هنا. شو حبيت المكان، يمكن ابقى بعد فد يومين اكثر. سوي لك فد شاطئ صغير. بحيره محاطه بالغابات. روعه. ما ممكن تلقى كام ساعه هنا اذا مو بهاي اللعبه. هاي يصيحولها كورن هول كلش مشهوره، ماكو كام سايد اذا مو بها. هاي شنو الفكره مالتها؟ كاسه الله عليك وتوقف ولازم وين بالحفره؟ نجت الا شوي كلب عباله ملوكي عباله. يلا ملوك.
كلش مرتبين الكيوي، مسبح، هذا المكتب مالتهم، دباها شجرة الكميلة ايش قد حلوة. هذا المكتب من الداخل، بليارد، مكان للأطفال، ثلج، يبيعوا لك بعض الشغلات. همينة جيت اشتري خشب، بالإضافة انو عندهم بوش اكل. بس تحاول نستمتع بها قدر الامكان. تركنا نورث كارولاينا اليوم الصبح، اليوم نبات هنا بساوث كارولاينا، وباكر نطلع ايضا الصبح. المفروض نوصل لاول محطاتنا بولاية فلوريدا. السفرة تقريبا 700 كيلومتر، بس كتن البرد، انا لابس الكنتور كله. باكر درجة الحرارة حتصير ربيع، ويمكن حتى صيف شوي حارة. باكر راح اتحول من القبوط للشورت والتيشيرت. بس هي يومين، فاحنا شو نسوي؟ شعلنا نارة، نطلب دليفري اكل من مطعم، بحيث من تقعد الصبح انت نشط مرتاح، والسفرة المتعبة تحولها الى متعة اخرى. فهذا يوم عندنا اشوفكم، يعني مو بس الوجهة، وانما اليوم اللي على الطريق شلون اقضي. شلون نارة حلوة، فاكهة الشتاء. أحلى من هاي الأعمار. وبعد أن استمتعنا بنار حلوة بالليل وليلة هادئة، يوم ده صرنا نستمتع بقهوة الصباح. ايه، يوم الرحيل بقينا يوم واحد. ايه، ورحلتنا اليوم الشمال فلوريدا تستغرق تقريبا 400 كيلومتر. ايه، راح نظل على الطريق فد تقريبا 3-4 ايام الى ان نوصل وجهتنا بميامي. هاي تم الربط، هسه راح ننطلق على الطريق. شوفها مربوطة تماما. ايه، جاهزين للرحيل، ونحن نغادر أول بارك. heading down south، نتجه جنوبا، وهو الاتجاه الصحيح في الشتاء. ما جرعاني البرد.
الطريق كلش طويل 95، هذا يمتد من كندا الميامي يعني اكثر من 4000 كيلومتر تقريبا. بعد ان سقنا تقريبا ساعتين توقفنا للاستراحه. شوفنا انا بكل مكان يخلوا لك على الطريق السريع اماكن للاستراحه، بها اماكن مخصصه للارفيات واماكن مخصصه للسيارات طبعا، ومطاعم على حمامات كلهم المسافرين على الطريق مثلنا. بس احنا على الحدود بين ساوث كارولاينا وجورجيا، طبعا لازم نفول على الطريق. زين يلا بقانا تقريبا ساعة ونص ونوصل للمحطة الثانية. مدينة جاكسون فول بالأفق، أكبر مدينة بفلوريدا بشمال فلوريدا. بس وصلنا وصلنا واستقرينا، خوش مكان كلش حلو طبعا على البحر، البحر قدامنا شوية مضببة، بارك جدا لطيف، وهاي حديقتي المتنقلة أيضا استقرت. فلوريدا حلوة مثل ما تشوفون، رجعت للشورت والتيشيرت. هاي متعة رحلة الشتاء، تخيل قبل اسبوع بالضبط تركنا فيرجينيا كانت درجات الحراره تحت الصفر، بس صار لنا على الطريق تقريبا اسبوع درجات الحراره هنا 25، ماكو احسن من هاي. طبعا هاي رحله الشتاء، شوف شلون نخل حلو. هاي احنا بنبتوم بيتش، منطقه بشمال فلوريدا. هاي رحله الشتاء يسووها معظم هواية أمريكان وكنديين أيضا، ينهزمون من البرد الشتاء القارص بشمال الولايات المتحدة ويجون لفلوريدا أو أريزونا أو كاليفورنيا. احنا اتخذنا وجهتنا هالسنة فلوريدا. يصيحوا لهم السنو بيردز، طائر الشتاء أو طائر الثلج، ينهزم من البرد ويجي لهنا. طبعا خلال هذا الاسبوع احنا سقنا مسافة جيت من فيرجينيا، وبعد عندنا باكر رحلة ام 500 كيلومتر تقريبا نوصل الجنوب فلوريدا البالم بيتش. يعني فلوريدا طويلة تقريبا من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب بالكي ويست حوالي 900 كيلومتر. هاي الرحلة خلال هاي الأسبوع قطعنا احنا بيها تقريبا 1800 كيلومتر، راح نقطع بيها 1800 كيلومتر من فيرجينيا إلى شاطئ النخيل في جنوب فلوريدا. شو منطقة حلوة هاي هنا. أتمنى صارت عندكم فكرة عن رحلة الشتاء. أتمنى أن تونستوا برفقتنا عبر هاي السفرة الطويلة. يلا أشوفكم بمرة.